لا نازك انت نازك. لا يعني انا قلت الجمله انت قبلي ها؟ اذا قلت له بدي اعمل زي اصاله وهذا هو سوالي مثلاتها شد لي عضلاتي صح؟ شد لي عضلاتي لين وصل سري يا بنتي. اصاله بعد هالراي العشره شفتي شلون داليها؟ ابيها جلطمي يا ماسكه من ايدها مقومها يا خاصه تلبسها ملبسها وما تبينها تصغر؟ ما ان شاء الله شو حلوه بتجي هالحصاله يا اختي لما روح اصغر بنطشط نظيف والله لو روح تلعب اهلا وسهلا معاك حميده منعوده بخلطه البيتا معاك ابله نازك مقدوسها مسكت ومهاوي عندها مطعم اكل كويتي جايبت لنا بلاطيط تجربه جربي معانا لا لا مشكوره انا تريقت الحمد لله بس كنت اوكي امنيه على المدى البعيد قالت شيء فنجان ترى عندنا واحدة تخرع تطلع حتى رقم فليلة ترى يلا رون يلا رون شنو ذا اللي استثناء اللي بتشوفوا على اليوتيوب الباقي تباعد روح هناك لا تذكر له ابو خذيك لك رود احنا رود؟ لا احنا رود شباب اقول لك الحلقه الاولى مش 14 15 هي الشوط الاول اول مره 7 3 2 سألني قال لي شو بدك تعملي يا ست حميدة؟ قلت له بدي زي أصالة شو بدي زي أصالة؟ شد عضلاتي لين وصل يم بنتي سري لا سوري العكس قال لي شو بدك تعملي ست حميدة؟ قلت له بدي زي أصالة بالضبط وهذا هو صوري إياها حلوة صرت مثلاتها وشد العضلات أصالة أصالة بعد هالرأي العشتة شفتي شلون الدلع عم جابلها؟ شفتي شلون مدلطمي؟ يا ماسك ايدها ومقومها يا فاصل بشته وملبسها وتونها بعد مرات صغار ما غير شو بدك يا اختي؟ روح صغيره تضل شكلها صغير والله لو روح يودون هالروضه وتلعب هناك ما تتكبر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام سكرها زين لونها قبل لا نسكر في باب المطعم أنا بصراحة أحبها حالية كذي بس البيت أبلق شوية يبي أرجع فرنسا صباح الخير صباح النور أهلا أنا أمية بدرس العربي الجديدة منعوتة بخلطة الفيتا بالطماط أبلة نازك مكدوسها أو مسكت وعندك عاد عذورة عندها صالون وتباشرنا أول مرة مهاوي عندها مطعم أكل كويتي ويا بس اللي بغيت نجربها لا 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 شكرا أنا تريقت بس أنا يعني جيت علشان أتعرف على طبيعة الشغل الله يهداك عاد كم يا حق معلومتين إذا في يوم جات الموجهة حط الشطار ورا لان دائما تسال اللي ورا هي ها